مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من حلقات موشات. النهاردة الثلاث 24 يناير، ونبدأ وجولة في الصحافة العالمية اللي فيها النهاردة أكثر من خبر خاص بالشأن المصري تحديدا. وكما تعودنا قبل ذكرى 25 يناير دائما الصحافة العالمية بيبقى فيها عدد من الأخبار، وإن كانت يعني فيها انتقاد بشكل أو بآخر. النهاردة 24 يناير، وعشان كده في عدد كبير من الصحافة الأجنبية تنتقد بعض الأحوال داخل مصر قبل احتفالنا ب 25 يناير. نبدأ مع الاي بي، وكالة الأنباء الأسوشيتد بريس الأمريكية، اللي بتقول إنه هناك عدد من الحقوقيين لديهم اعتراضات. هو أسمة الخبر العنوان خلل حقوقي في مصر لإدراج 1500 مواطن ضمن قوائم الإرهاب. وفقا للاي بي بتقول ان في جماعات حقوقيه لديها شكاوى كثيره من قرار المحكمه المصريه بوضع 1500 مواطن على قائمه المراقبه الخاصه بجرائم الارهاب. هم شايفين انه الشكوى، لانه ده بيتم دون محاكمه او حتى اختار مسبق، وبيصفوا هذا الاجراء بانه مهزله المحاكمه العادله. ده كله على اثر او خلفيه القرارات السابقه اللي تم وضع فيها عدد من الاسماء، اللي كان من ضمنهم اسم نجم كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة، وعدد أيضا من الصحفيين اللي تم وضعهم على هذه القوائم نتيجة لتقديمهم مساعدات مالية لجماعة، وهي جماعة مصنفة جماعة إرهابية وهي تنظيم الإخوان داخل مصر. لكن الوكالة بترى أنه هؤلاء، هي بتصف هؤلاء بأنهم اللي فازوا في 25 يناير، وأنهم كانوا وقود 25 يناير، ولكن مصر الآن تحاكمهم وتضعهم على قوائم الإرهاب. بكل تأكيد الاي بي لا ترى الجانب الآخر ولا تنشر تقارير متوازنة بشكل مهني، بمعنى أنه ما فيش أي تفاصيل أنه ليه قرار المحكمة كده، إيه الأدلة اللي أدت لوضع بعدد من الناس. ونحن هنا لا نتحدث عن أحد بعينه، نتحدث عن 1500 اسم. ما سألتش الاي بي الجهات المسؤولة، ما دورتش وشافت إيه الوثائق اللي تم على أساسها وضع هؤلاء على قائم الإرهاب. وبالتالي كما تعودنا من الاي بي في نشرها بعض الأخبار عن مصر من آن لآخر. الاي بي ايضا تنشر موضوع اخر، ولكن نقلا عن عدد من الوكالات الاخرى ومنها وكاله انباء تركيا. العنوان بيقول ايه؟ انه منظمه العفو الدوليه بتحث مصر على التحقيق في جرائم القتل في سيناء من قبل الشرطه. تفاصيل الخبر ده مثيره ومدهشه، لانه مفيش اي كلام عن انه ما يحدث في سيناء إرهاب، وأنه الشرطة والقوات الجيش تحارب الإرهاب على أرض سيناء. هم مش شايفين ده. التفاصيل بتقول إيه؟ أنه منظمة العفو قالت في بيان لها يوم، هم بيقولوا يوم الاثنين، الحقيقة احنا دورنا في منظمة العفو الدولية مفيش كلام رسمي بهذا الكلام اللي نشره الاي بي حتى هذه اللحظة. يعني طلبت، بتقول الوكالة أنه منظمة العفو الدولية طلبت الحكومة المصرية بإطلاق تحقيق شامل ومستقل في حادثة ما أسمته هي الاي بي مقتل 10 مواطنين على يد قوات الأمن في محافظة شمال سيناء قبل أيام. وقالت أن منظمة العفو الدولية، تاني الاي بي بتقول كده، قالت أن الحكومة المصرية تستخدم التهديدات الأمنية كذريعة لتضييق الخناق على حقوق الإنسان، مدعية يعني الاي بي بتدعي انه هناك الاف العائلات هدمت المنازل، هدمت منازلهم وكانوا اختفوا قسرا دون توفير اي سكن بديل لهم، وانه المئات بيتم احتجازهم في ظل ظروف اختفاء قسري واعتقال تعسفي خارج الرقابة القضائية. طبعا بكل تأكيد لما نبدأ بالكلام ده لازم هم يقولوا الجملة الشهيرة بتاعت الاي بي، انه الرئيس المصري اللي قاد حملة للإطاحة بمرسي وما إلى ذلك. وهم بيشددوا على تصريح الرئيس السيسي انه في وجود 25,000 جندي في سيناء يعني في هذه الحرب على الإرهاب، لكن هم لا بيذكروا انه إرهاب ولا بيذكروا انه في حرب، ولا شايفين انه اللي بيتم، وشايفين ان الناس اتهجروا من بيوتهم وده مش حقيقي. برضو للمرة الثانية والثالثة الجانب المهني غائب، ليس هناك الجانب الآخر من الرواية، هو جانب واحد ترى الاي بي فقط. ما زلنا مع مصر، ولكن هذه المرة من الصحف الفرنسية. لو فيجارو بتقول ترامب بخي ايدي ميليتيرمون لجيبت، انه دونالد ترامب على استعداد لمساعدة مصر عسكريا. ده على خلفية الاتصال التليفوني اللي كان بين الرئيس المصري والرئيس الامريكي. لو فيجارو بتقول
انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مؤكدا انه سيكون على استعداد لمواصله المساعدات العسكريه من الولايات المتحده الى مصر. والمتحدث باسم البيت الابيض قال ان الرئيس ترامب تعهد بمواصله تقديم المساعدات العسكريه لمصر والعمل مع مصر لضمان ان هذه المساعده تدعم الكفاح المسلح ضد الارهاب، كما اكد المتحدث باسم البيت الابيض. من الملف المصري والشأن المصري في الصحافة العالمية إلى الداخل الإسرائيلي تحديدا وعلاقة إسرائيل الآن بالولايات المتحدة الأمريكية. هآرتس بتقول أنه مدير السي اي اي الجديد له تاريخ طويل من التعامل مع إسرائيل ومع إيران ودراية في الشؤون الإسرائيلية والإيرانية. الحديث على مايك بومبيو وهو اللي تم اختياره كمدير لوكالة السي اي اي، اللي أكد أنه تم التأكيد أنه تم اختياره من مجلس الشيوخ الأمريكي وأنه سيكون دعم قوي للحكومة الإسرائيلية وفقا للمكتوب في هارتس، وأنه من أشد المنتقدين للاتفاق النووي الإيراني. وفي حديث على انه تم الموافقه على تعيينه في هذا المنصب من عدد من اعضاء طبعا مجلس الشيوخ الجمهوري و15 من اعضاء الديمقراطيين نتيجه لتحمسهم جدا لتوجهاته فيما يخص السياسه الخارجيه، اللي هم منتقدين التوجه حتى هذه اللحظه من دونالد ترامب للسياسه الخارجيه تحديدا. قبل كده كان له على حسابه على تويتر اللي تم اغلاقه طبعا بعد ترشيحه الان وتعيينه كمدير للسي اي اي، كان له تويتر شهيره جدا تغريده بيتكلم فيها عن تحديدا عن إيران وبيقول أنه بيرفض الاتفاق النووي، بيقول أتمنى التراجع عن تلك الصفقة اللي وصفها بالكارثية واللي سمى فيها أنه دي صفقة مع محور الشر والداعم الأول للإرهاب في المنطقة اللي هي إيران من وجهة نظره. من هذا الخبر نروح أيضا لخبر آخر خاص بدونالد ترامب، وهذه المرة من تنفيذ إحدى تعهداته اللي كان موجودة أيام حملاته الانتخابية وتحديدا على صفحات لوفيجارو les États-Unis ترامب enterre le traité transpacifique، أنه دونالد ترامب وفقا للصحيفة وصفت أنه يدفن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وبيكلموا على توقيع الرئيس الأمريكي على هذا المرسوم لانسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة، وهو التعهد اللي قدمه وقت الانتخابات وقت حملته الانتخابية ومن إحدى التعهدات اللي أثبت أنه هينفذها بالفعل ونفذها بالفعل. وبعض الناس بتقول أنه التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 12 دولة منهم رئيس الوزراء الياباني اللي بيقول أنه ويدافع عن هذه الاتفاقية وبيقول الاتفاقية دي بدون الولايات المتحدة لا تعني شيئا أو لا معنى لها. من لوفيجارو نروح للموند الفرنسية أيضا واللي نشرت خبر يخص تركيا واليونان. الخبر بيقول انقاذ الانقلابيين تحت اسم حقوق الانسان. رئيس منظمة الفيدرالية لحقوق الانسان طالب من محكمة النقد اليونانية انهم يقبلوا طلب لجوء الثمان جنود الاتراك ضمن الانقلابيين اللي كانوا هربوا من تركيا وقت محاولة الانقلاب داخل تركيا وطلبوا اللجوء السياسي من اليونان، وبيطالب انه لابد ان يتم قبول هؤلاء. ودي مسألة عاملة حالة جدل في تركيا كبيرة، هل في اليونان عفوا هل يتم قبول هؤلاء أم يتم إعادتهم مرة أخرى، وبكل تأكيد سيواجهوا يعني حكم الإعدام بكل تأكيد في تركيا. من لوموند نذهب إلى الإكسبرس اللي بتتحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. البريكسيت لو بارلمان بريتانيك دوفغا اتر كونسولتي، بمعنى أنه البرلمان البريطاني لابد أن يستشار فيما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. التفاصيل بتقول أنه المحكمة العليا في المملكة المتحدة قررت النهاردة أنه بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة يجب استشارة البرلمان لتفعيل خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي. أيضا فيما يخص هذا الموضوع ولكن ردود أفعال عن تصريحات وزير الخارجية البريطاني ومن الإكسبرس الفرنسية اللي بتتحدث عن المقارنة ما بين فرانسوا أولوند والنازي على لسان وزير الخارجية البريطاني، وهي تصريحات مثيرة للجدل هنتابعها مع حضراتكم بالتفصيل لهذا الخبر، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا.
ارحب بحضراتكم مجددا واستكمال لهذه الحلقه في موشات. كنا قبل الفاصل نتحدث عن خبر الاكسبريس وتصريحات وزير الخارجيه البريطاني المثيره للجدل اللي وصف فيها الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند بالنازي. التفاصيل بتقول انه وزير الخارجيه بوريس جونسون رد على انتقادات الرئيس الفرنساوي على الطريقه المستخدمه من قبل البريطانيين على مغادره الاتحاد الاوروبي. قال وزير الخارجيه ان فرنسا ستعاني عند خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، واكد انه اذا اراد السيد اولاند ان يعاقب اي شخص يحاول ان يهرب من الاتحاد الاوروبي فده بيذكره بافلام الحرب العالميه الثانيه وما كان يقوم به النازيين، وبيقول لا اعتقد ان هذا هو السبيل المضي قدما، وبيقول ده مش هيكون في مصلحه اصدقائنا وشركائنا. من جانب اخر حقيقه رئيس البرلمان الاوروبي نفسه اعلن ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يجب ان يكون له ثمن، انه مش ممكن ابدا ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتبقي على مميزات عضويه هذا الاتحاد والسوق الاوروبي المشتركه. اخيرا والصحافه العالميه، قبل ما ننتقل للصحافه العربيه، خبر من لوفيجارو عن شركه جالاكسي سامسونج، شركه سامسونج عفوا وتليفون جالاكسي. الخبر بيقول عنوانه انه اخيرا الاعلان عن الاسباب الحقيقيه لانفجار هواتف النوت 7 من نوع جالاكسي بعد عده اشهر من استرجاع كل الهواتف من هذا النوع بعد تكرار حدث انفجار التليفون في ايد الناس. اعلنت اخيرا الشركه الكوريه عن الاسباب وقالت ان دي اسباب تقنيه لها علاقه ببطاريه هذا النوع من الهواتف تحديدا. والحقيقه انه مثل هذا الاجراء والشهور الطويله دي وسحب كل هذه التليفونات من الاسواق كلفت الشركه اكثر، يعني رقم تقريبا يجاوز 5 مليارات دولار حتى هذه اللحظه. احنا سريعا من الصحافه العالميه والصحافه العربيه النهارده نشوف بتقول ايه. الصحافة العربية النهاردة في منشات واللي فيها موضوعات مهمة، منها ما يجري الآن في الأستانة الخاص بالملف السوري إلى جانب أيضا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نبدأ بصحيفة الحياة اللندنية، عنوانها وفد المعارضة يرفض توقيع أي بيان في أستانة. ده في اليوم الثاني من محادثات أستانة. الناطق باسم وفد المعارضة يحيى العريدي أكد لصحيفة الحياة اللندنية أنه لن يوقع على إعلان صادر عن هذا الاجتماع. مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان ديمستورا قال انه اعلان البيان بات وشيكا مع امكان تمديد هذه المحادثات. ديمستورا قال ان الامر لا يتعلق بورقه عمل لكن بوقف للاعمال القتاليه، وهو امر بيرى انه بيتعلق بحياه السوريين. الناطق باسم الجيش السوري الحر وهي حركه معارضه ومستشار الوفد المشارك اسامه ابو زيدان قال ان اطراف الاجتماع في العاصمه الكازاخستانيه لم تبحث المسائل السياسيه بعد، وان الوفد بيعمل على صياغه مسوده بيان خاصه به وحده. الشرق الأوسط أيضا تتحدث في نفس الموضوع والعنوان تهديدات وتسريبات في افتتاح أستانة. الشرق الأوسط بتقول أنه التهديدات والتسريبات هيمنت على جلسة افتتاح المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخية أستانة أمس، ومصادر داخل المؤتمر أعلنت وكشفت عن بعض الخلافات حول أي من الجماعات اللي موجودة على طاولة المباحثات سيتم تصنيفها إرهابية أو حتى خارج هذه الطاولة، وبيقولوا أن أي الفصائل سيتم تكليفها بمحاربة هذه الجماعات اللي سيتم إعلانها إرهابية. أيضا الحديث حول إيران أنها تكون ضامن للتهدئة إلى جانب روسيا وتركيا، وهو ما يعارضه الجانب المعارض في سوريا أو الفصائل المعارضة في سوريا. من الشرق الأوسط نذهب للبيان الإماراتية، وما زلنا مع ما يخص سوريا. بيقولوا مصادر لصحيفة البيان أن موسكو تسعى لتأسيس مجلس عسكري. البيان بتقول علمت من مصادر مطلعة أنه كواليس اجتماع الأستانة بين المعارضة السورية والنظام أكدت أن روسيا بتسعى لتشكيل ما يسمى بمجلس عسكري مشترك بين النظام السوري والمعارضة لقيادة المرحلة الانتقالية وإحكام السيطرة الأمنية على البلاد بدعم روسي. المصادر نفسها بتقول فكرة المجلس العسكري ده كان في قبول لها داخل الفصائل المسلحة المعارضة السورية، وتحديدا بعد تدخل تركيا لإقناعها بجدوى الفكرة دي للخروج من مأزق تطبيق جنيف واحد. لكن أيضا هذه المصادر تؤكد أن إيران كانت من ضمن الأطراف المعترضة على هذه الفكرة من أساسها.
البيان الإماراتية ليها كاريكاتير عن الأوضاع في سوريا وما يجري الآن في الأستانة. الكاريكاتير نشوفه مع بعض، وهو بيوصف شكل المعارضة السورية وهي مقبلة على الأستانة وداخلة بتعمل هذه المباحثات، إن هي وكأنها على كرسي بعجل وإنها ليس لديها أي قوة ولا مساعدة وفقا للبيان الإماراتية وراسم الكاريكاتير عامر الزعيبي. من موقع 24 الإماراتي وأيضا ما يخص سوريا، ولكن رد فعل تركيا. تركيا بتقول لن نسلم بلدة الباب للنظام السوري. نائب رئيس الوزراء التركي قال النهاردة أنه المزاعم اللي اتقالت أن تركيا ستقوم بتسليم بلدة الباب السورية لقوات النظام بعد طرد المقاتلي الخاصين بتنظيم داعش منها، قال أن دي بينفيها وأنها ليست حقيقة. وبيقول التحالف اللي بتقوده الولايات المتحدة لم يقدم دعما كافيا للعملية التركية للسيطرة على بلدة الباب من الأصل. القوات المعارضة السورية معروفة أنها مدعومة بقوات خاصة ودبابات وطائرات حربية، هي مسيطرة على بلدة الباب منذ شهر ديسمبر الماضي مدعومة من تركيا. من هذا الموضوع وسوريا نذهب إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكالة صفا الفلسطينية بتقول الاحتلال يزرع كاميرات سرية ببيوت محررين بالضفة. التفاصيل بتقول ان في عدد من المحررين الفلسطينيين اكتشفوا بالصدفه انه، ومنهم تحديدا شقيقين اسمهم طارق واكرم جبريل، اكتشفوا انه في نوع من انواع الابتزاز الاسرائيلي، وتحديدا الحديث عن عدد من الكاميرات هم وصفوها انها كاميرات غايه في الصغر والدقه، تم زرعها عن طريق جنود الاحتلال الاسرائيلي على المداخل الخاصه بمنازلهم في بلده تحديدا في الجنوب الشرقي لمدينه بيت لحم جنوب الضفه الغربيه. الكاميرات دي هما بيشرحوا شكلها، بيقولوا كانت بتحوي شريحة إلكترونية وجرى تثبيتها خلصة بعد ما دخل الجنود الاحتلال لهذه المنازل ومنازل أخرى أيضا تحدثوا عنها، واحتجزوا كل أفراد الأسرة في غرفة صغيرة منعوهم من هم يتحركوا. عدد من الخبراء في هذا المجال بيأكدوا أنه الاحتلال قد يلجأ في أحيان أخرى للحصول على صور خاصة بالعائلات من خلال هذه الكاميرات لابتزازهم بها لأغراض أمنية مختلفة. وبيقولوا كمان أنه هناك عدد من المحاولات بعض الأوقات لتنفيذ عمليات تجريب وتدريب على مخططات مختلفة بيستخدموا فيها هذه الكاميرات، وعشان يعرفوا أيضا خطط وتحركات الناشطين وكل من يتحرك داخل الضفة الغربية وتحديدا كل من كان موقوف من قبل. الحقيقة فيما يخص أيضا الملف الفلسطيني هناك مقال في صحيفة عكاظ السعودية، المقال للكاتب عبد اللطيف الدويحي. عنوان المقال بيقول في وعد ترامب ووعد بلفور. الحديث والربط بين الموضوعين له علاقة بوعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقت حملته الانتخابية اللي قال فيها أنه هيقوم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والتصريح ده تحديدا أثار جدل كبير جدا داخل كل دول المنطقة وتحديدا الدول العربية وأيضا السلطة الفلسطينية اللي أعلنت بشكل واضح من على لسان رئيس السلطة الفلسطينية أنه لابد أنه يكون الرئيس الأمريكي مدرك جيدا أنه إذا ما تم نقل هذه السفارة انه ده سيكون له عواقب على المنطقة كلها، وانه هدد ايضا رئيس السلطة الفلسطينية انه ربما نصل الى حد سحب اعترافنا باسرائيل من المنظمات الدولية ومن الامم المتحدة اذا اجرى هذا الاجراء الرئيس الامريكي. الرئيس الامريكي ومتحدث باسم البيت الابيض كان اعلن انه سيتم تأجيل هذه المسألة. المقال بتاع عبد اللطيف الدويحي في عكاظ بيتحدث ويقارن بين هذا الوعد الخاص بنقل السفارة وبين وعد بلفور اللي أسس أصلا للكيان الإسرائيلي. صحيفة عكاظ بتقول تحديدا على لسان الكاتب لا أذكر حملة انتخابية أمريكية خلال السنوات العشرين الماضية لم تكن منطقة الشرق الأوسط هي أبرز محاورها ومحاور سياستها الخارجية، وبيقول لا أذكر مرشحا جمهوريا أو ديمقراطيا خلال العشرين عام الماضية لم تكن هي الحامية لإسرائيل ومدافعة عن مصالحها، ودول كانوا أبرز محاور سياستها الخارجية. بيضيف أيضا بيقول أنه بيصف أوباما بخلفيته الحقوقية القانونية وعلاقاته الفلسطينية التاريخية وأيضا خلفيته الإفريقية المسلمة، وبيقول على الرغم من كل ده الكاتب يؤكد أنه أوباما قدم للكيان الصهيوني أكبر دعم مالي في تاريخ العلاقة بين أمريكا والكيان الصهيوني.
وبيتساءل الكاتب، بيقول يحق لنا أن نسأل القانون الدولي أو القانون في كل من الولايات المتحدة وفي الكيان الإسرائيلي، من يدير من؟ أمريكا وإسرائيل. بيسأل أيضا تساؤل آخر بيختم بيه ويقول ربما يكون السؤال الصحيح هو من يملك من؟ إسرائيل وأمريكا. يقصد أنه هل أمريكا تملك إسرائيل أم إسرائيل تملك الولايات المتحدة، ومن يدير من؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير الأوضاع داخل الدولة الإسرائيلية أم العكس بالعكس صحيح؟ أخيرا والخبر الأخير في جولتنا النهاردة من وكالة وفا الفلسطينية أيضا، ولكن خبر يعني مبهج، خبر فني. الرئيس الفلسطيني يمنح الفنان العربي هاني شاكر وسام الثقافة والعلوم والفنون. التفاصيل بتقول أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح الفنان العربي هاني شاكر، فنان مصري، وسام الثقافة والعلوم والفنون، وده تقديرا لمسيرته الثقافية والفنية لأسماها البيان الملتزمة في خدمة الثقافة العربية وفي القلب منها فلسطين. البيان أيضا يستكمل الحديث عن الفنان المصري هاني شاكر، بيقول أنه حصل على هذا الوسام مستحقا للقب أمير الغناء العربي. الفنان المصري هاني شاكر وجه أيضا بدوره شكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على ما أسماها اللفتة الكريمة والكبيرة، وتمنى لسيادته الصحة والسلامة، وتمنى أيضا للشعب الفلسطيني أنه يتم تحقيق أمانيه بالحرية والاستقلال. ده كان الخبر الأخير اللي احنا اخترناه الحقيقة من وكالة وفا الفلسطينية، تأكيدا على فكرة أنه زي ما قلنا مرة واثنين وثلاثة، الثقافة هي الجامعة بين الشعوب بشكل عام، وما يخص الوطن العربي تحديدا الثقافة والهوية هي الأساس. القوى الناعمة لمصر هي الأساس. ربما من وقت الآخر بتأخذنا أخبار السياسة، ربما من وقت الآخر بنلاقي ملفات كثيرة، وخاصة مع ما يجري حولنا في سوريا، في اليمن، وفي العراق، وفي ليبيا أيضا، اللي بنوعد حضراتكم أن شاء الله ليبيا هيكون في ملف خاص بيها في الحلقات القادمة، وتغطية ما يجري في ليبيا، وإن كان الصحف العالمية ووكالات الأنباء ليست يعني لا تضع ليبيا في الموضع المفترض يتم وضعه فيه، ولا تلقي الضوء على ما يجري داخل ليبيا على خطورته، لكن احنا هيكون معانا الملف الليبي في الحلقات القادمة من منشات. أشوف حضراتكم على خير إن شاء الله الساعة 9:30 وحلقة جديدة من منشات والصحافة المصرية. دمتم في أمان الله.